يا صباح الخير والسعادة عليكم، يسعد صباحكم بكل الحب. يوم جديد وصباح جديد بنبدأه معاكم كل يوم من 8 ل 10. إن شاء الله يا رب يومكم يبقى حلو وشايلكم كل الخير وشايلنا معاكم الخير والبركة والسعادة. وصباح الفل يا نيال. صباح الوردة عليك يا لميس، يومك يا رب جميل وزي الفل وحلوة الدعوة الحلوة اللي على الصبح دي. يا رب اللهم أمين. زي ما لميس قالت لكم معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 10 فقرات متنوعه ان شاء الله تعجبكم. بس في البدايه افكر حضراتكم بصفحاتنا الرسميه على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هتظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، ودايما بننتظر ان انتم تتواصلوا معانا على مدار اليوم. صباح الفل عليكم، يلا نبتدي حلقه. طبعا عايزين نبدا يومنا النهارده ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين. النهارده ليله عظيمه ومباركه من ايام شهر رجب الفضيل، طبعا ليله الاسراء والمعراج اللي كلنا بنتحراها وبنبحث عنها وعن فضلها ومكانتها طبعا كبيره عند كل المسلمين. ليله الاسراء والمعراج واحده من المناسبات الدينيه اللي بيستحب احيائها بالعبادات والطاعات والتقرب لله تعالى بانواع القرب المختلفه. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه وانت دايما بخير. كل سنه وانت طيبه يا لميس يا رب، وكل سنه وكل الساده المشاهدين طيبين وبخير. الحقيقه يعني امبارح وزاره الاوقاف احيت هذه الليله اللي هتبدا النهارده باذن الله بعد غروب الشمس وحتى غروب شمس يوم السبت. الاسراء والمعراج من المعجزات الثابته في القران الكريم والسنه النبويه. كمان عايزه اقول لكم ان دار الافتاء قالت ان ما فيش مانع خالص شرعا من التطوع بصوم ليله الاسراء والمعراج، وطبعا الاكثار من الذكر والاستغفار. ربنا اكيد ربنا يا رب يعيد على حضراتكم الايام بالخير، لكن احنا نتمنى ان كلنا نصومه. يعني ليه نتطوع لو احنا ما عندناش اي مشكله صحيه نصوم. احنا النهارده يعني من بعد المغرب نقعد بقى ندعي كلنا النهارده ان شاء الله نقعد ندعي ونحاول بالعبادات والاذكار ان احنا نحيي الليله دي زي ما احنا كنا لسه بنقول، وربنا يا رب يتقبل كل دعواتكم اللهم امين. عايزين كمان نتكلم في موضوع مهم تاني وخبر نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ضمن اهتمامه برصد وتحليل التقارير الدوليه اللي بتتناول الشان المصري. المركز سلط الضوء على تقرير وكاله فيتش واللي أوضح أن قطاع الزراعة في مصر بيعتبر واحد من أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة مع ما تتخذه الحكومة من خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطات النقد الأجنبي. أهمية التقارير دي إيه؟ أهميتها بتيجي من كونها بتصدر من جهات دولية لا تعرف المجاملة إطلاقا، وبالتالي مصداقيتها بتكون عالية جدا جدا. في كل التوفيق يا رب دايما لبلدنا. يا رب كل التوفيق لبلدنا. وخليني برضو أزود على كلامك يا لميس إن الدولة الحقيقة بتدعم قطاع الزراعة بشكل كبير جدا وبتقدم مبادرات مهمة جدا للفلاح زي تقديم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق وزيادة أسعار القمح والقطن. طبعا ده كمان بخلاف القطاعات الاخرى اللي الدوله بتمثل فيها مجهود كبير جدا. بنتكلم عن الصحه، بنتكلم عن التعليم، عن الرياضه، عن حياه كريمه. الحقيقه كلها ملفات مهمه جدا يعني بتمشي بالتوازي مع بعضها. فيا رب دايما بلدنا في امن وامان واستقرار، كل سنه وحضراتكم طيبين ويا رب دايما بلدنا في الامام يا لميس. يا رب يا رب. تعالوا بقى نبدا يومنا النهارده ونتعرف على فقراتنا اللي هتابعوها على مدار الحلقه. في البدايه بنبدا مع ابرز أهم عناوين ومنشطات الصحف والمواقع الإلكترونية، وهنتناول كمان بالتحليل مجموعة أكيد من الأخبار والملفات المهمة. هيكون ضيفنا النهاردة في الفقرة الرئيسية الصحفية الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. فقرتنا الثانية لميس زي ما احنا متعودين هي فقرة دينية، وهنتكلم فيها أكيد عن ليلة الإسراء والمعراج وفضل هذه الليلة وحكم صيامها وإحيائها. وهيكون معانا فيها فضيلة الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفنون الإلكترونية. كمان هتكون معانا فقرتنا الأسبوعية المخصصة للأطفال واللي بتقدمها زميلتنا حنان المطعني. هيكون معاها الطفل المبتهل عبد الله عبد المنعم، واللي هنتابع أكيد معاهم فقرة حلوة ومميزة.
تعالي بقى لميس اسالك على حاجه كده ونتكلم عن حاجه مفيده الصبح، واسالك انت اخبارك ايه في الشتاء؟ بتبردي واطراف ايدك ورجلك بيبردوا جامد؟ لا 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 انا بتكتك بتكتك. لا 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 انا الموضوع معايا معدي مرحله الياس يعني. ما هي يا جماعه بتيجي على الهواء لابسه كتير كتير كتير، ولازم يبقى ورا الكاميرا بقى في حاجه جامده جدا مستنيه. تعالي كده نقول ان معروف اكيد ان احنا في فصل الشتاء بنحس ببرد كده في ايدينا وفي رجلينا او اطراف الجسم، لكن يا ريت كده تخلوا بالكم لان الموضوع ده ممكن في بعض الاحيان ما يكونش بسبب ان الجو برد بس، لا ده يعني اثبتته او قالته دراسه علميه، واللي قالت ان نقص عنصر الحديد في جسم الانسان بيكون من اهم اعراضه هي بروده الايدين والرجلين. وممكن لا قدر الله ان نقص النسبه الطبيعيه لعنصر الحديد في الجسم بيؤدي لفقر الدم، وده بيخلي الشخص المصاب بنقص نسبه الحديد يكون عرضه لمخاطر الاصابه بالعديد من الامراض ومن اهمها الانيميا او فقر الدم، وده طبعا وفقا للدراسه اللي نشرها موقع اكسبرس البريطاني. فيعني يا لميس مش شرط خالص عشان ايدي دلوقتي متلجه ورجلي متلجه ان اكون بردانه، ممكن يكون عندي نقص في دم. ده حقيقي على فكره. او انا كده عشان عندي نقص الحديد، عندي نقص الحديد، ممكن عشان كده اطرافك على طول متلجه في الشتاء والله. ايوه معروف كمان ان عنصر الحديد بيعتبر من العناصر الاساسيه اللي بيحتاج لها جسمنا علشان يكون او يكون الهيموجلوبين اللي هو عباره عن كرات الدم الحمراء. وكمان اثبت فريق الباحثين اللي اشتغلوا على الدراسه دي ان بروده الايدين والرجلين بيعتبر علامه او انذار بخطر الاصابه فعلا بنقص عنصر الحديد زي ما بنتكلم، اللي بيبقى مش موجود في الجسم او موجود بنسب قليلة، والشخص المصاب طبعا بيحس بانه على طول سقعان، على طول اطرافه سقعانة، وبيتطور بعد كده ولازم ان هو يتم علاجه في المراحل الاولى. علشان كده نصحت الدراسة الناس المصابين بفقر الدم او نقص عنصر الحديد انهم يتناولوا الاطعمة الغنية بالحديد زي اللحوم والاسماك، ودي نصايح مهمة على الصبح ليا وليكم. ايوه دي حقيقة فعلا والله، لازم نهتم شوية كلنا ان احنا ناكل الاكل المفيد اللي فيه حديد عشان ما نصابش بالانيميا اللي معظمنا مصابين بيها للاسف. بالظبط صح. تعالي كده نروح مع الساده المشاهدين نشوف النهارده الاجنده الثقافيه والفنيه واهم الاحداث والمناسبات اللي ممكن نروحها النهارده 17 فبراير. تعالوا نشوف. بقى نتعرف على حالة الطقس أخبارها إيه النهاردة، وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية إنه يشهد الطقس ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس بارد صباحا مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. تعالوا مع بعض كمان نشوف درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض محافظات الجمهورية، نبدأها من القاهرة اللي سجلت 18-10، بالنسبة للإسكندرية النهاردة سجلت 18-11، الإسماعيلية 19-8، الغردقة 22-12، المنيا 20-5، سوهاج 21-6، وأخيرا أسوان 24-5.
8. تعالوا كمان نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في بعض المدن والعواصم العربية والعالمية. نبدأها من أبو ظبي أو نبدأها من الرياض اللي سجلت النهاردة 16.9. بالنسبة لأبو ظبي 22.19. أنقرة 7.2 تحت الصفر. لندن 14.10. واشنطن 16.2 تحت الصفر. باريس 14.9. وأخيرا بكين 5.1. ودي كانت درجات الحرارة النهاردة. تعالوا مع بعض بقى إيه، بما ان الجو فيه لسعية سنة وفيه شوية برودة، نقوم نتنشط مع بعض ونتابع فقرتنا الرياضية. صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل مشاهدينا. النهاردة عايزين نعمل تمارين تقوية لعضلات الظهر. جايبة معايا النهاردة دامبلز. دامبلز دي ممكن قلنا نعوضها بإزازتين رمل أو إزازتين مية في البيت على حسب قوتنا مع بعض. طيب هنبتدي نسخن كتاف لورا زي ما احنا متعودين قبل أي تمرين، لازم نسخن جسمنا ونسخن العضلات اللي احنا شغالين عليها. طيب انا ممكن كمان انزل امشي الصبح، انزل او اعمل مشي في مكاني، نعرف ننط الحبل، نعرف نتحرك بسرعه في مكاني 10 عدات 3 مرات قدام، واستخدم معايا الوزن اللي انا ماسكاه ان هو يبقى مقاومه معايا. طب هبتدي معاكم باول تمرين. الوزن بتاعي هحطه قدام رجلي، هميل بظهري لقدام، انا هقف بالجنب عشان كلكم تبقوا شايفين وضع الامان. رجلي بوسع كتفي، ركبي وكتفي على خط واحد. هجيب الوزن ايدي لورا وهرجع قدام. ظهري اهم حاجه ما ادوروش. كل الناس عندها الفتره من قاعده في البيت وقله التمرين حصل لهم مشاكل وتيبس في عضلات الظهر. التمرين ده مهم جدا عشان يرجع وضع الظهر مكانه ويقوي الميدل باك او نص الظهر. تاني تمرين هاخد ايد وايد، ايد وايد لورا. بعد كده تالت تمرين ايدي قدام، كوعي هطلعه لفوق 90 درجه وهنزل 90 درجه وانزل قدام. التمرين اللي بعده هنزل ديد ليفت واطلع لفوق. هنزل همسح بالوزن او بالازازه اللي انا ماسكاها دي على رجلي واطلع تاني لفوق. التمرين ده علشان القطنيه. من وضعي ده هفرد ايدي لفوق وانزل تاني، افرد ايدي لفوق وانزل لحد رجلي تاني. هنعيدهم مع بعض التمارين دي. اول واحد تمرين الرو، ايديا مفروده قدام ركبي وبجيب كوعي جنب جسمي وبرجع كتافي لورا. اهم حاجه اللوحين اللي ورا يقفلوا على بعض، نحس ان احنا بنفرد ظهرنا بنزق كتافنا لورا. 10 عدات 3 مرات. التمرين اللي بعده ايد وايد. ممكن الرجل اللي ناحيه الجنب اللي انا شغالاه الجنب اليمين اهو، استخدم ايد واحده اسند على رجل واحده وانزل. ده من ظهر الجانبي من الجنب، العضله الكبيره اسمها لات. التمرين اللي بعده ايدي هنا، كوعي 90 درجه بيطلع وظهري مفرود وهنزل. انا ممكن اعمل التمارين دي وانا قاعده على الكرسي برضو لو انا لسه ضعيف او مش قادر ان انا اعمل التمارين دي وانا واقف. التمرين اللي بعد كده ديد ليفت، هنزل بالوزن بتاعي لحد تحت، رقبتي باصه لقدام وظهري مفرود، محدش يدور ظهري. لو مش قادر انزل بعد كده بدور ظهري وده اخري، انزل لحد هنا. هنزل واطلع تاني، الوزن بيمسح على رجلي. اخر تمرين معانا من المستوى ده، بطلع لفوق وبرجع، بطلع لفوق وارجع تاني. كده انا شغلت عضلات الظهر وقوتها 10 عدات 3 مرات. ما ننساش التسخين وما ننساش ان احنا بعد ما بنخلص التمرين بنعمل كول داون، بنهدي جسمنا. ما ينفعش اقف فجأة خاصة لو ضربات القلب عالية، نهدي مارش في المكان، نعمل ستيب للجنب لحد ما نحس ان ضربات القلب هديت للاخر. كده احنا مررنا عضلات الظهر كلها، وصباح الخير عليكم. ويسعد صباحكم وانتوا بتاخدوا قهوتكم كده بقى الصبح. تعالوا نشوف زي النهارده 17 فبراير اهم الاحداث والمناسبات اللي حصلت زي النهارده. تعالوا نتابع.
ونشوف ايه اهم الترندات واللي احتل صدارة الترند والاكثر مشاهدة ومتابعة على كل وسائل التواصل الاجتماعي. نبدأ مع بعض بالسباح المصري عبد الرحمن سامح اللي قدر ان هو في مشاركته في بطولة المحيط الاطلنطي انه اللي بتعتبر طبعا من اقوى بطولات دوري الجامعات الامريكي للسباحة انه يتوج بالميدالية الذهبية في سباق 50 ياردة حرة بزمن قدره 18 ثانية و79 من الثانية. وعلشان تبقى فرحتنا بأبطالنا كمان فرحتين في نفس السباق احتل السباح المصري يوسف رمضان المركز الثاني في النهائي وتوج بالميدالية الفضية بزمن قدره 18 و82 من الثانية بفارق تقريبا 3 أجزاء من الثانية عن عبد الرحمن سامح صاحب المركز الأول. ألف مبروك ليهم طبعا الاثنين، دايما يعني بيشرفوا مصر أبطالنا في كل مكان، وألف مبروك إن شاء الله دايما كده متفوقين وجايبين كل الميداليات الكبيرة بإذن الله ومحققين البطولات الكبيرة. كمان في الترند التاني اللي معانا النهاردة صورة نشرها السويسري مارسيل كولر المدير الفني طبعا للنادي الاهلي اللي نشر على صفحته على انستجرام الصوره اللي جمعته بجماهير النادي الاهلي قبل السفر للسودان لمواجهه فريق الهلال السوداني بكره باذن الله في بطوله دوري ابطال افريقيا. وعلق المدرب وقال على الصوره رحله جديده مع تحدي جديد قبل الاقلاع للخرطوم لملاقاه الهلال السوداني في اولى مباريات دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا محاطين بحب ودعم جماهير الاهلي في كل مكان. يعني بنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وكمان لنادي الزمالك اللي هيواجه فريق المريخ السوداني النهارده باذن الله كمان في ليبيا، كل التوفيق ليهم. ودي كانت ترنداتنا النهارده اللي احتلت الصداره على كل مواقع التواصل الاجتماعي واللي بنتابعها مع بعض يوميا. فاصل وبعد الفاصل نبدا فقرات يومنا، خليكم معانا. صباح الخير مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم. ودلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الاخباريه اللي بنناقش فيها اهم الاخبار المقالات الحوارات والتحقيقات المتنوعه من الصحف والمواقع الالكترونيه. هيشاركنا النهارده في قراءه ان شاء الله تكون مميزه بوجوده ضيفي الكريم الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ علي حسن رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الفل استاذ علي. صباح النور يا استاذ، وكل عام وحضرتك طيب والف خير النهارده ليله الاسراء والمعراج. يا رب بلدنا دايما بالف خير والامه العربيه والاسلاميه باذن الله. يا رب إن شاء الله. اسمح لي أستاذ علي أبدأ مع حضرتك والسادة المشاهدين بهذا الخبر الهام، حيث أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع السيد نيكوس خريستودوليدس الرئيس المنتخب لتهنئته بمناسبة انتخابه رئيسا لقبرص في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم 12 فبراير الجاري. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسان أكدا على خصوصية علاقات الصداقة المصرية القبرصية ومتانتها والتي تتأسس على قاعدة صلبة من القيم المشتركة والمصالح المتبادلة، فضلا عن استنادها لإرث غني ومتنوع من التبادل الإنساني والتمازج الحضاري الممتد، مع الإعراب عن التطلع لاستمرار تطوير وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين خلال الفترة القادمة في ظل القيادة القبرصية الجديدة، بما يخدم تطلعات وأمال شعبي البلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار والأمن والتنمية والرخاء في الجوار الإقليمي وعلى الساحة الدولية. اتصال هاتفي ليس بالجديد الحقيقة على العلاقات المصرية القبرصية أستاذ علي، ويمكن وإحنا يعني بنقرأ الخبر على السادة المشاهدين بنتذكر سويا هذه العلاقات الممتدة لعام 1960 واعتراف مصر بالجمهورية القبرصية، ويمكن كمان القرب الجغرافي والتناغم الحضاري الممتد بين قبرص وبين مصر، وأكيد كمان اليونان ليه عامل كبير جدا ومشترك في توطيد هذه العلاقات. ولا ننسى أيضا اتفاقية ترسيم الحدود اللي
أمريكا لها الفضل الكبير في اكتشافات الغاز الطبيعي الذي تزخر به مصر الآن. وكان في لفتة إنسانية من مصر أستاذ علي الحقيقة بنتذكرها في عام 2017 ومبادرة أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إحياء الجذور، ودي لكل يعني الجاليات اللي كانت عايشة من الجاليات القبرصية واليونانية اللي أثرت وكان ليها إرث وأثر كبير إنساني في مصر. ويعني الحقيقة المبادرة دي كان ليها معاني إنسانية وثقافية بين مصر وقبرص كبيرة جدا. في إطار هذا الاتصال الهاتفي أستاذ علي، كيف ترى العلاقات المصرية القبرصية وتأثيرها، خاصة أن مصر بتشترك في اتحاد من أجل المتوسط مع هذه الدول؟ وطبعا العلاقات المصرية القبرصية هي علاقات وطيدة، وزي حضرتك ما أشرتي إلى تاريخها، طبعا تاريخها يمتد الأكبر من ذلك بكثير، لما حضرتك بتكلمي فعلا على الشأن الدبلوماسي مزبوط. وتطويره منذ عام 60 إصر اعتراف مصر بقبرص عقب استقلالها. لكن دعيني أقول لك يعني من في السنوات الأخيرة أو على وجه الدقة، إصر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهام منصبه في عام 2014 تم عمل قمة قبرصية مصرية قبرصية يونانية على أرض مصر في القاهرة لدعم أواصر التعاون المشترك بين الدول الثلاث، وتعاقب بعد ذلك انعقاد هذه القمم، ودايما كان بيكون في شهر 10، وأنا كان لي شرف السفر الحضور في قبرص واليونان عدة مرات وأيضا متابعة هذه القمم في القاهرة. العلاقات بين البلدين متعددة الأبعاد، لها أبعاد تجارية، لها أبعاد اقتصادية، هناك حرص دائم على وسنوي متكرر يسجل زيادة في معدلات التبادل التجاري بين البلدين. بالفعل فيما يتعلق بمبادرة الجذور التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو التي حرص عليها، وبالفعل تم عقد مؤتمر في الأسكندرية ولقاء مزبوط. جميل جدا في الأسكندرية، وأيضا كان لي شرف حضوره في الحقيقة، وتحدث عدد كبير جدا من أبناء الجاليتين القبرصية واليونانية عن تاريخهم وآثارهم وأجدادهم، ويمكن معظمهم في الأسكندرية. ويمكن من الحاجات الجميلة اللي الناس بتتداولها الآن ومنشورة في الصحف في فترة الثلاثينيات والأربعينيات في الصحف المصرية، هو انه كان بيجي اعداد من شباب قبرص للهجره الى مصر بحثا عن فرص عمل في مصر، لكن بالفعل في جاليه ابنائهم واحفادهم ما زالوا بالفعل موجودين في الاسكندريه. وايضا هناك لما رحت في قبرص هناك عشق للاسكندريه، يعرفون الاسكندريه كما نعرف نحن اسوان والاسكندريه وكل حاجه، وبالنسبه لهم يعني بلدهم عشق يعشقوها جدا، وطنهم الثاني كما يقولون، ويحرصون دائما على زيارتها. ايضا وفود سياحيه دائمه التوافد الى مصر، فالعلاقات بالفعل علاقات وطيدة. العلاقات بدون شك هي علاقات بين دول وليس علاقات بين أفراد، ومن ثم حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي كعهدي دائما على توطيد العلاقات مع الدول وخاصة الدول الجوار، إذ أن قبرص مشتركة معنا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وهناك مصالح كثيرة جدا وملفات كثيرة زي بنتعاون في الهجرة غير الشرعية، مكافحة الإرهاب في مجال البترول، في مجال البترول والتنسيق بهذا الشأن في مجالات استخراج البترول والغاز. فالعلاقات وطيدة ومستمرة ومتواصلة، وفي الحقيقة بنفخر بأداء الدبلوماسية المصرية، بنفخر بما عليه حال العلاقات المصرية الدولية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات المصرية العربية، العلاقات المصرية بمنطقة الشرق الأوسط، العلاقات المصرية الدولية، وبقول إن كل ده له مردوده الإيجابي على أن تكون مصر دوما في مكانتها اللائقة ودورها المحوري المشهود
والملموس يفخر به كل مصري وكل عربي. بكل تأكيد أستاذ علي، والحقيقة أن أنا لم أريد مقاطعة حضرتك وحضرتك بتتحدث عن عشق يعني الجاليات القبرصية واليونانية اللي عاشت في مصر. أنا يعني كان لينا شرف اللقاء هنا في برنامجنا صباح البلد لبعض من أبناء هذه الجالية، والحقيقة أن هم أثناء حديثهم كانوا بيبكوا وهم بيتذكروا عشقهم لمصر، وأن هم كان عندهم الفرصة أن هم يرجعوا تاني قبرص أو اليونان، ولكنهم اختاروا المكوس في مصر والبقاء فيها نظرا لعشقهم الشديد لها. واكيد مصر دايما كده بتحتوي الجميع وبتجعلهم منخرطين داخل صحيح. المجتمع المصري. بذكر حياتك استاذ علي في نهايه حديثك في هذا الخبر للعلاقات المصريه المتوازنه والرشيده، ده ينقلنا للعلاقات المصريه الافريقيه وهذا الخبر الهام، حيث التقى سامح شكري وزير الخارجيه امس مع مفوض الاتحاد الافريقي للشؤون السياسيه والسلم والامن. وقال السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على اهتمام مصر بملف إعادة الإعمار والتنمية من خلال تقديم التقرير الأول لريادة رئيس الجمهورية للملف خلال أعمال القمة الحالية، كما أشاد بالجهد الجاري لعملية المراجعة لسياسة إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، اتصالا بأهمية هذا المحور في بنية السلم والأمن الإفريقية وإزاء التحديات الأمنية القائمة بالقارة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلعه إلى التفعيل الكامل لتشغيل مركز إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات الذي يقع مقره بالقاهرة. ده استكمال النقطة اللي حضرتك بتتحدث فيها أستاذ علي في البداية، والعلاقات المصرية والفخر الذي نشعر به كمصريين بالدبلوماسية المصرية. ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك فعل وقول واضح وصريح بدور مصر الفعال في القارة الأفريقية. مصر بتتحدث وتعبر بشكل قوي جدا عن هموم القارة الأفريقية في العديد من المحافل الدولية، ولعل الوقت يعني الحقيقة مش هيسمح لنا ان احنا يعني نسرد جميعها، لكن لدينا على سبيل المثال مؤتمر تغير المناخ وكيف كان لمصر الدور الكبير والرائد في انشاء صندوق الخسائر والأضرار، وكان انتصار كبير للقارة الأفريقية وانتصار حتى المؤتمرات التغيرات المناخية. ايضا كان لدينا الحقيقه شرف لقاء حضرتك يعني من فتره، وكنا بنتحدث عن مشاركه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في قمه داكار، وكان بيتحدث عن دور مصر في البنيه التحتيه والنجاح الكبير في المشروعات الضخمه، ايضا ده جزء من رياده مصر الافريقيه. وايضا حضرتك تحدثت في هذه الحلقه عن سد جوليوس نيريري وكيف ان لمصر قوى ناعمه كبيره وقويه في القاره الافريقيه. منذ الحقيقه رياده مصر ورئاسه مصر الاتحاد الافريقي، وكان في 2019 وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتولى ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية في القارة الأفريقية ما بعد النزاعات والصراعات، ومصر وشعار أفريقيا واحد، لأن فكرة أن قارة مزدهرة متكاملة شعارها يعني في أجندتها 2063 هي دي بتتفق أيضا مع رؤية التنمية المستدامة لمصر. أستاذ علي، دور مصر في أفريقيا أستاذ علي كيف تنظر له في هذا الأمر في ضوء كمان دور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوليه ريادة ملف إعادة الإعمار والتنمية؟ هو ملف إعادة الإعمار والتنمية في الحياة متولية ما بعد النزاعات، ده أولا المركز أساسا مقره القاهرة مظبوط، وتم الإعلان عنه في ديسمبر 2019 مظبوط، وبالفعل يؤدي دوره بهذا الشأن، ويتبع مجلس السلم والأمن الإفريقي. مجلس السلم والأمن الإفريقي هو بمثابة يعني زي كده مصغر لدور مجلس الأمن ولكن على المستوى الأفريقي. في الحقيقة مصر لم تألو جهدا في العمل على حل النزاعات الإفريقية بالطرق السلمية، بل ورفعت مصر شعار أن يتم حل النزاعات الإفريقية إفريقيا داخل دول القارة. ومن ثم تبنى أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. مصر تولت مجلس السلم والأمن الإفريقي، وأيضا تتولى مسألة المساهمة في إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات في ضوء الخبرة المصرية الكبيرة في هذا الشأن. مصر بهذا الصدد بتتابع مجريات الأحداث السياسية وأماكن النزاعات، ولا تدخر وسعا في العمل على إيجاد حل سياسي لهذه النزاعات. وما بعد التوافق والتوصل إلى حل سياسي تقوم مصر بالعمل
على حشد الجهود الدولية لتقديم الدعم الذي يتعلق بإعادة الإعمار والذي يتعلق بالتنمية. ومصر نجحت نجاحا كبيرا بهذا الشأن، لا سيما بعد أن عادت بقوة كبيرة إثر تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، عادت مصر إلى أحضان إفريقيا وعادت إفريقيا أيضا إلى مصر. كنا نعلم أن هناك فتورا شديدا في العلاقات المصرية الإفريقية منذ التسعينات في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عليه رحمة الله، لكن عادت مصر بقوة إلى أحضان إفريقيا بإرادة سياسية مصرية وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرص كبير من جانبه، وحققت مصر نجاحات كبيرة كما أشرت حضرتك. حمل الرئيس عبد الفتاح السيسي الهم الإفريقي في قمة المناخ، وسبقه إلى ذلك في زياراته المتعددة إلى سائر دول العالم، وكان لي شرف التواجد في زيارة الرئيس إلى الصين وإلى روسيا والولايات المتحدة الأمريكية ومشاركته في الجمعية العامة في الأمم المتحدة. في كل هذه المحافل الدولية كان يحمل معه الأمن الإفريقي، وكانت كلمته تتضمن الهموم الإفريقية والمشكلات الإفريقية، ونجحت مصر في إيجاد حلول للكثير من الأزمات ودعم لأفريقيا، بل وأيضا أقنعت العالم عبر جهودها الدبلوماسية الحثيثة بأن وتلك حقيقة، لكنها كانت محتاجة لمحامي رفيع المستوى الإدافع عنها. فكان الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المناخ وحمل رسالة إفريقيا بأن إفريقيا هي أقل الناس ممن يصدرون انبعاثات حرارية، وهي أكثر دول العالم تضررا منها، وهو الأمر الذي أدى إلى صدور قرارات تؤكد حتمية تدعيم أفريقيا وتعويضها وتقديم سائر الخبرات الفنية لها بهذا الشأن. يعني بكل تأكيد مصر لها دور ريادي ومحوري في المنطقة بشكل عام وفي القارة الأفريقية بشكل خاص. خلينا ننتقل مع حضرتك أستاذ علي للشأن المحلي والاستثمار، وهو ده الهم الأكبر للدولة المصرية وعلى رأس أولوياتها في الوقت الحالي، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا أمس لمتابعة الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة مختلف الخطوات والإجراءات التي من شأنها دعم ملف الصناعة والتعامل الفوري مع أي معوقات من الممكن أن تواجه عمل المستثمرين الصناعيين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة في هذا الصدد، تعزيزا للدور المحوري لقطاع الصناعة في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. ولفت رئيس الوزراء إلى ما تتخذه مختلف أجهزة الدولة من إجراءات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الصناعة، ومن ذلك العمل على توفير الأراضي الصناعية اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الجديدة أو التوسع في القائمة منها. يعني الحقيقة أستاذ علي، هذه ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن ملف الصناعة والاستثمار في مصر، وأكيد لم تكن الأخيرة إن شاء الله، لأن هو ده اهتمام الدولة الآن، سواء بتوطين الصناعة المحلية ودعم المشروعات الصغيرة ومتوهنة الصغر ومبادرة ابدأ اللي يعني يمكن شرحناها قبل كده وأهميتها، أو حتى من خلال إن الدولة المصرية عملت الأصعب بالنسبة للمستثمر، هو توفير شبكة الطرق الضخمة البنية التحتية القوية لتترك له المجالات، وبعد كده سهلت بالرخصة الذهبية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، إجراء بيسلم إجراء. كيف تقيم هذه الإجراءات أستاذ علي وتأثيرها على تسريع وتيرة جذب المزيد من الاستثمارات في الوقت الراهن؟ هو بدون شك مصر دولة جاذبة للاستثمار في مجالات كثيرة جدا ومتعددة ولا تحصى، وهناك دراسات جدوى كثيرة جدا لمشروعات واعدة، من بينها مشروعات حول قناة السويس الجديدة، من بينها مشروعات زراعية، مشروعات صناعية، في مشروعات إنتاجية في كافة الأوجه والمجالات، والأمر مفتوح أمام الجميع. لدينا بنية تشريعية قوية جاذبة للاستثمار، لدينا قرارات ولدينا إرادة سياسية قوية لدعم مسيرة الاستثمار. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيرعى مسألة الاستثمار وتيسير
الاستثمارات سواء فيما يتعلق بالمستثمرين المصريين في الداخل أو الاستثمارات العربية والأجنبية الوافدة. دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتولى بنفسه مباشرة الإشراف على تنفيذ وتيسير عمل وأداء واستخراج الرخص، ويمكن الرخصة الذهبية اللي هي بتخلي المستثمر يتعامل مع مكان واحد أو شباك واحد ينهي له كل الإجراءات مع كافة الجهات المعنية ويسلمه هذه الرخصة الذهبية في أسرع وقت ممكن بما ييسر له هذا الأمر. لدينا أيضا تشجيع كبير جدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن دي مناسبة لينا جدا، والعديد من الدول النامية التي حققت نجاحات من ذي قبل انطلقت من الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ويمكن من بينها على سبيل المثال للحصر الصين في المقدمة، وكذلك الهند. دي من شأنها توفير عمالة، يعني إتاحة فرص عمل لشبابنا، تحقيق نجاحات. ويكون شفنا نماذج مضيئة كثيرة جدا ولا تحصى بيعرضوا تجاربهم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجموعات من الشباب بيبدأ ب10,000 جنيه، ونلاقيه بعد 3-4 سنوات بقى بيشتغل في 50 مليون و20 مليون وأكثر، وشباب بدأ بمليون أو يزيد قليلا وأصبح بيشتغل في 100 مليون و200 مليون وأصبح بيصدر وأصبح، يعني لدينا نماذج مضيئة جدا. ويمكن أجمل شيء سمعته أيضا من هؤلاء الشباب إلى جانب نجاحاتهم التي تحققت هو إشادتهم بأنهم وجدوا من يقدم لهم العون وتيسير وتذليل كافة العقبات التي كان يمكن أن تواجههم من ذي قبل، وهم بصدد إنهاء الإجراءات الإدارية المتعلقة بإنجاز المشروعات الخاصة. بكل تأكيد أستاذ علي، وإن شاء الله نشوف ويعني نجني ثمار هذه الإجراءات المتسارعة واللي بتأتي من يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بصفة شخصية، ودايما بيتحدث أنا موجود تعالولي بشكل مباشر ودولة رئيس الوزراء. فالحقيقة أن جهود الدولة بتتضافر لتسريع من وتيرة جذب المزيد من الاستثمارات. خلينا ننتقل مع حضرتك لمنظومة الصحة، ولكن هذه المرة من منظور مختلف، منظور عربي. حيث تحديدا من زيارة وفد رفيع المستوى من المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة الدكتورة إلهام خريسات أمين عام وزارة الصحة الأردنية للشؤون الفنية والإدارية لعدد من المنشآت الصحية بمحافظة بورسعيد، وهي أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. تأتي هذه الزيارة للإطلاع على التجربة المصرية الرائدة للتحول الرقمي وآليات تفعيل التكنولوجيا الرقمية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل. وأشادت الخريسات بهذه الجولة قائلة: سعدت بهذا النموذج الذي وصلت له حبيبتنا مصر الشقيقة، وليس لدي أي ملاحظات، فهناك جودة في تقديم الرعاية الصحية واضحة وجلية، وأتمنى أن يكون النموذج معمما على كل محافظات مصر إن شاء الله. بوركتم بجهودكم. يعني كلمة مهمة جدا أستاذ علي، تحسنا من القلب يعني. الحقيقة فعلا أستاذ علي، والحقيقة أن الخبر ده ليه شقين. الشق الأول هو منظومة التأمين الصحي الشامل، ومنذ إطلاقها في يوليو 2019، وهي الحقيقة يعني فكرة تقدمها للعديد الخدمات الطبية بجودة عالية للعديد من فئات المجتمع، وكل فئات المجتمع دون تمييز في كل شيء. والبداية كانت من محافظة بورسعيد، والحقيقة محافظة بورسعيد كانت محظوظة ان البداية منها في كل شيء في التحول الرقمي، وأيضا في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. والمنظور الآخر أستاذ علي فكرة العلاقات المصرية الأردنية، لأنها علاقات وطيدة ومتينة جدا، ودايما لما بنشوف حتى اللقاء على المستوى الرئاسي بنجد أنه هو يعني وكأنه بيصل لمرحلة لقاء الأشقاء، وعدد أكيد كمان العدد من المسؤولين المختلفين. كيف قرأت هذه الإشادة أستاذ علي؟ هو طبعا بدون شك منظومة الصحة في مصر حققت نجاحات كبيرة جدا يشار إليها بالبنان، وطبعا الإشادة الجميلة اللي جاينا من الأردن لها معزة خاصة. لكن بقول الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، سائر دول العالم أشادت بما تحقق من نجاحات. يعني إحنا كنا حضرتك لو رجعنا كده من 6 سنين 8 سنين وإحنا راجعين بقى ورا مسألة فيروس سي، يعني في كل مكان وفي كل أسرة وفي أي حتى مصلحة حكومية لو خدناها كعين عشوائية فيها مثلا 1,000 موظف،
تجد حضرتك كل سنة على الأقل 5-6 وفيات من فيروس سي. الآن إحنا نجحت مصر في القضاء على فيروس سي، في القضاء على شلل الأطفال، في القضاء على الكثير من الأمراض المتوطنة، وأيضا مسألة مبادرات عظيمة جدا زي الكشف المبكر عن السرطان، الكشف المبكر على الأطفال، بحيث لو طلع أن في مشكلة في السمع للطفل بتتعمل له قوقعة، رغم أن تكلفتها المالية باهظة لكن بتتعمل أيضا على نفقة الدولة، يطلع طفل سليم معافى، ما يعانيش من أن يبقى أصم أو أبكم أو ما شابه يعني ذلك. الأنيميا والسمنة والتقزم، اللي سيادة الرئيس وجه فعلا فيها بالاهتمام بأطفالنا، بحيث يطلع عندنا طفل بصحة جيدة، وتقديم الغذاء أيضا للأطفال أبنائنا في المدارس. يعني عايز أقول نرجع بقى إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، فعلا بدأت بورسعيد وانتقلت إلى صعيد مصر وتنتقل تدريجيا إلى سائر المحافظات، حتى تصل بعد عدة سنوات إلى القاهرة الكبرى. الهدف من ذلك هو المواطن، لأن المواطن هو المحور الرئيسي والأساسي لكل اهتمامات الدولة، وكل ما يقدم من جهود هو في النهاية يصب في خانة المواطن. ومن أعظم ما ينبغي العناية به بشأن المواطن هو صحته وحياته. بكل تأكيد يعني الصحة في المقام الأول، وأكيد التعليم، وهي ملفات يعني مصر دايما بتشتغل فيها، زي ما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث دايما أن مصر بتشتغل بفكرة المسارات المتوازية. نعم. إحنا عندنا طول الوقت في توازي في العديد من المشروعات، وإن شاء الله نجدي ثمار كل هذه المشروعات في القريب العاجل. خلينا ننتقل مع حضرتك أستاذ علي للشأن الدولي، والشأن الدولي الحقيقة دائما ما نجد فيه أحداث كثيرة لا علاقة ومرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية. حيث أعلنت أوكرانيا أنها أسقطت عددا من المناطيد التي أرسلتها روسيا لاختبار أنظمة دفاعها الجوي في كييف، وأفادت الإدارة العسكرية الإقليمية بالعاصمة الأوكرانية بأنه وفق المعلومات الأولية تم رصد عدد من الأجسام الجوية في المجال الجوي لكييف، وقالت أنها عبارة عن مناطيد تتحرك تحت تأثير الرياح، وأضافت من الممكن أن تكون هذه الأجسام تحمل أنظمة عاكسة وبعض معدات التجسس، مؤكدة أن معظم المناطيد أسقطت. هي الحقيقة يعني أستاذ علي البعض بيطلق على هذه المناطيد التي تنطلق في الفضاء والسماء بشكل عام أنها وكأنها حرب المناطيد، يعني بنجد ويمكن معنا بعد كده خبر أخير عن المناطيد والمنطاد الصيني في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن بنتحدث عن مناطيد روسية في سماء أوكرانيا وأنها أسقطت. ده ياخدنا للأزمة الروسية الأوكرانية الآن، والعديد من التصريحات. يعني أورزولا فوندرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية كانت بتتحدث عن حزمة عقوبات عاشرة على روسيا، بنتحدث عن قيمة 11 مليون يورو تقريبا، بنتحدث عن حلف الناتو، وأنه إلى الآن بيدعم طبعا بشكل كبير أوكرانيا بالأسلحة والذخائر إلى غيره. بريطانيا بتعلن أنها مع العديد من الدول، مع أيسلندا وليتوانيا والدنمارك والسويد، في تكتل وفي دعم بقيمة 200 مليون جنيه استرليني. إحنا بنتحدث عن أرقام كبيرة. بولندا طبعا تحت مظلة الناتو بتعتبر معبر عسكري لكل الحقيقة التجهيزات والمعدات الثقيلة. كيف ترى أرض الصراع الآن في أوكرانيا دكتور أستاذ علي؟ للأسف طبعا شيء مؤسف جدا، تطور عسكري متواصل، دعم كبير جدا بيقدم لكلا الجانبين، لحلفاء كلا الجانبين، وهو أمر من شأنه المزيد من تأجيج الصراع والنزاع. لا يوجد أمل قريب في الأفق يشير إلى إمكانية وقف هذه الحرب في الوقت الراهن، رغم المعاناة الشديدة التي يعانيها الكثير من دول العالم، وفي طبعا اقتصاديا في المقام الأول، وفي مقدمتهم أيضا الدول الأوروبية. لكن للأسف هناك حرص من الجانبين على أن يستنزف كل منهما آخر القدرات والإمكانيات، سواء من حيث الإمكانيات المادية أو استهداف المقاتلين من كلا البلدين، واستهداف المعدات العسكرية، وضرب منشآت حيوية ومنشآت استراتيجية.
الحرب مستمرة ولا يلوح في الأفق حل قريب لها، وللأسف كشفت عن عجز الأمم المتحدة في حل أزمة كبيرة تلحق أضرارا بكل مواطن في كل شبر على الكرة الأرضية. دي حقيقة فعلا للأسف الشديد. طب أستاذ علي، عايزين نروح برضو وإحنا بنتحدث مع حضرتك عن حرب المناطيد، نختم بإيجاز في هذا الخبر، حيث صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتقد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ لا يريد قطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وقال بايدن في حديث تلفزيوني أمس: أعتقد أن الشيء الأخير الذي يريده شي هو قطع العلاقات مع الولايات المتحدة ومعي بشكل حاد. وكان بايدن قد قال في وقت سابق أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للمنافسة مع الصين ولا تريد المواجهة معها، وأنه يتوقع أن يتحدث مع الرئيس الصيني قريبا. جاء ذلك في معرض حديث بايدن عن إسقاط الولايات المتحدة لثلاثة أجسام طائرة في العطلة الأسبوعية الماضية، إضافة إلى منطاد صيني في وقت سابق. وقال بايدن أنه لا يعتزم الاعتذار عن إسقاط المنطاد، وأن الأجسام الطائرة الأخرى لا علاقة لها بالبرامج الصينية. يعني ما زلنا في فكرة المناطيد والمنطاد، يعني كان بتتحدث عنه الحقيقه العديد من الجمهوريين اللي يعني اسقطوا على بايدن العديد من الانتقادات. حتى مايك بومبيو رئيس وزير الخارجيه السابق في الامريكي كان بيتحدث ان يعني ان كيف يمكن للاداره والسياسه الامريكيه ان تترك منطاد كل هذه الفتره، وانه منطاد يعني هم يروا انه منطاد تجسسي وجمع مجموعات معلومات استخباراتيه من امريكا، في حين ان الصين قالت انه منطاد مدني ولا علاقه الأرصاد الجوية. ما بين هذا وذاك، وده ياخدنا أخيرا أستاذ علي لفكرة أصلا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. حتى ما قبل أزمة جائحة كورونا كان في أزمة في العلاقات التجارية. مصير هذه الأزمة إيه أستاذ علي؟ هو طبعا استخدام المناطيد في الفترة الماضية وظهورها بهذا الشكل بتمثل بدون شك أو تعطي قلقا كبيرا من الاعتداء على تمثل اعتداء على السيادة الوطنية، وأيضا تحدث قلقا كبيرا لمساسها بالأمن القومي للدولة التي تصل إليها هذه المناطيد، وبالتالي بيتم التعامل معها عسكريا نحو إسقاطها. لكن فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، رغم كل ما ينتابها من توترات ومن منافسات تجارية قوية جدا وكبيرة جدا، لكن هذه التصريحات التي قالها بايدن في الحقيقة بتعكس حرص كلا الجانبين على عدم تطور حدة الصراع السياسي والمنافسة الاقتصادية بينهما إلى نشوب حرب أو إلى نشوب قتال أو إلى نشوب اعتداء عسكري. وبالتالي هناك مصالح مشتركة بينهما رغم كل ما يقال وكل ما يحدث. يعني حضرتك، أنا رحت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا، وحضرتك لو دخلت المولات ستجدي الغالبية من المنتجات صينية صينية طبعا بدون شك، اللي بيقولوا عليها فرز أول يعني، لكن بجودة عالية جدا وموجودة بكثرة، وهناك انتقادات داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الأمر، لكن أن أسعارها في الحقيقة أسعار تنافسية من لو جابوها من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو ما شابه ذلك. لكن بقول في النهاية رغم كل المنافسة الشديدة ويعني دخول أمريكا والصين بشكل غير مباشر في الحرب الروسية الأوكرانية، لكن وكل منهما يساعد طرف لكن في النهاية بالفعل، لأن دي لو حصل حرب ما بين الجانبين أو معركة عسكرية أو دخولهم بشكل مباشر، كارثة كبرى لكلا الجانبين في المقام الأول ثم للعالم أجمع. بكل تأكيد للعالم أجمع، وهذا ما لا نرضاه أبدا. ونتمنى يعني والحكمة المصرية والرؤية المصرية الثاقبة هي ضرورة إيجاد حل سياسي ووقف فوري للقتال بين روسيا وأوكرانيا. بكل تأكيد يا أستاذ علي، لأن زي ما حضرتك أشرت في الخبر السابق أن يعني أي توتر في العلاقات بين أي من الدول بيصب على العالم أجمع وكل فرد في الكرة الأرضية. فنأمل السلام للجميع. فالحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر. شكرا.
الصحفي الكريم، الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ علي حسن، رئيس مجلس اداره ورئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. نورتنا يا فندم، ودايما بنكون سعداء بوجود حضرتك معنا. صباح الخير يا فندم. صباح الفل على حضرتك، وكل عام وحضرتك طيب مره ثانيه. الف صحه وخير وسعاده. اشكرك استاذ علي. بشكركم مشاهدينا على المتابعه، بكده بتكون انتهت جولتنا في صحافه النهارده، لكن لسه مستمرين مع حضراتكم. النهارده بقى ليله مش عايزين نضيعها، يعني عايزين الناس تثمرها كده، ليله الاسراء والمعراج. عشان كده هيكون ان شاء الله موضوعنا في فقرتنا الدينيه التاليه مع ضيفي الكريم فضيله الشيخ احمد المشد، عضو مركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. برحب بحضراتكم مره ثانيه. دلوقتي وصلنا لميعاد فقرتنا الدينيه، واسمحوا لي ابدا مع حضراتكم فقرتنا النهارده بهذه الايه الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. كل سنه وكل لحظه وحضراتكم بالف خير، والامه العربيه والاسلاميه يا رب كده والعالم اجمع يعم عليه السلام. النهارده ليله من اجمل الليالي، ليله الاسراء والمعراج. ذكرى الإسراء والمعراج هي معجزة في حد ذاتها، وبيشملها العديد من المعجزات. والحقيقة أن احنا يعني هنتجول كده في ونعرج في هذه الذكرى، ذكرى الإسراء والمعراج، على أهم الملامح وفضل هذه الليلة، وإزاي ممكن نستفيد من هذه الذكرى، وإيه هي أفضل العبادات والدعاء في هذه الليلة. من ضيفنا الكريم اللي منورنا في استوديو صباح البلد فضيلة الشيخ أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. صباح الفل فضيلة الشيخ. صباح النور. كل عام وحضرتك طيب وألف خير وجمع وبركة على حضرتك. على حضرتكم والسلام المشاهدين جميعا يا رب. فضيلة الشيخ، يعني من المعروف أن ذكرى الإسراء والمعراج وحدث الإسراء والمعراج بشكل عام هو كان دعم نفسي كبير جدا من رب العزة سبحانه وتعالى لرسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجته السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاها، وعمه أبو طالب رضي الله عنه. كيف لنا أن يعني نستمد من هذه الذكرى الروح الإيمانية القوية التي نستطيع أن نتغلب بها على أي عقبة أو مشكلة في حياتنا بشكل عام، وفضل هذه الليلة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هو زي ما حضرتك تفضلتي، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعدد من الأحداث الجسام، وكان بيحظى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوع من الحماية، حماية نفسية وحماية داخلية، وفي نوع من التسلية، وفي نوع من تخفيف الآلام. ده كان من جانب السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاه، وده بالإضافة لأن هي كانت بتعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمالها. ونوع من الحماية الخارجية كان موجود عن طريق عمه أبو طالب، اللي هو رغم إن هو ما كانش من أثرياء مكة، إلا إن هو كان كبير مكة وكان صاحب كلمة مسموعة، وكان الناس فيها يخشون أن يقتربوا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يقعوا تحت طائلة بني هاشم أو بني عبد المطلب، وفي صدارتهم أبو طالب كبيره. ففي عام واحد وهو عام الحزن فقد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة خديجة، وفقد أولا يعني سيدنا خديجة توفيت أولا، وبعد كده توفي أبو طالب عم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم افتقد نوعين من الحماية، افتقد الحماية الداخلية، افتقد السكن، وافتقد المودة، وافتقد الرحمة اللي كانت متمثلة في السيدة خديجة عليها رضوان الله، وافتقد الحماية الخارجية، ويعني كان يعني حائط الصد اللي كان بيحول بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من يبغون إيذاءه من المشركين. ففي عام واحد افتقد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحماية الداخلية والحماية الخارجية إنجاز التعبير. وبعدين لاقى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة مزيدا من العناد، ولاقى منهم كثير من التجبر، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كانوا يؤذونه في نفسه وكانوا يؤذونه في أصحابه قولا وفعلا. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام فكر إنه يخرج بدعوته إلى مكان آخر، فخرج إلى أهل الطائف، وكان من أهل الطائف ما يعلمه كثير من الناس إنه يعني ما كانش أفضل حال
مما كان عليه في مكة، بل إن هم كانوا أكثر جهلا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ويعني أذاعوا أو سلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم حتى قذفوه صلى الله عليه وسلم بالحجارة. في هذا الحال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد النصرة من أهل الأرض، من آمنوا به من المؤمنين ومن المسلمين لا يقوى أحد منهم على نصرته صلى الله عليه وسلم. من كان يأوي إليها ويشكي إليها وتخفف عنه الآلام توفاها الله سبحانه وتعالى، من كان يحول بينه وبين إيذاء المشركين توفاه الله سبحانه وتعالى. لم يبقى في الأرض داعم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالتجأ صلى الله عليه وسلم إلى ربه جل في علاه، ويعني وذكر صلى الله عليه وسلم ودعا بهذا الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى قوي يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الحال من التسليم المطلق لله جل في علاه، يعلمنا رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى محقق وعده، وكان هذا الوعد متمثلا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نموذج في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول: أم حسبتم أن تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الآية الكريمة دي بتعلمنا إن الإنسان المؤمن، الإنسان المؤمن المتعلق بالله سبحانه وتعالى تنزل به البأساء وتنزل به الضراء وربما يفتن، وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا إن دي من شيم المؤمنين، إن هو مش ضروري علشان يكون نزل به بأس أو يكون لحقاه ضرر إن هو يكون غضب من الله سبحانه وتعالى. هذا اختبار من الله سبحانه وتعالى وتمحيص للمؤمنين، وده حصل مع مين؟ ده حصل مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، وهو يفتقد النصرة من أهل الأرض تأتيه النصرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، وجزاء لصبره يعني الطويل. ما هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام صبر، وعليه الصلاة والسلام أخذ بأسباب الدنيا، وعليه الصلاة والسلام لما لقى من يعني قومه في مكة يصمون آذانهم عن دعوة الحق ويعاندون سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتجبرون في إيذائه صلى الله عليه وسلم وفي الصد عن دعوته، تركهم صلى الله عليه وسلم وخرج إلى قوم آخرين يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى لعله صلى الله عليه وسلم يجد منهم النصرة. فأخذ عليه الصلاة والسلام بالأسباب، لما كانت السيدة خديجة على قيد الحياة كانت تعينه وكانت سببا في نصرته صلى الله عليه وسلم، وكان سببا في تخفيف الألام عنه. عمه أبو طالب لما كان على قيد الحياة كان سببا في بقاء الدعوة وفي صد الإيذاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما افتقد النصرة من أهل الأرض جاءته النصرة من السماء، وكان حدث على غير العادة، وكان حدث غير معجزة من المعجزات. والآية الكريمة اللي حضرتك ذكرتيها في بداية الفقرة نجد رب العالمين سبحانه وتعالى يتحدث بنسبة الحدث إليه سبحانه وتعالى، لم ينسب الإسراء والمعراج، فعل الإسراء والمعراج لم ينسبه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الحق سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده. يبقى الإسراء والمعراج ده حدث إلهي فعله رب العالمين سبحانه وتعالى على سبيل المعجزة والتسلية لقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذانا من الله سبحانه وتعالى أنك إذا افتقدت يا رسول الله النصرة من أهل الأرض فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذلك. يعني ونعم بالله فضلت الشيخ، وده يخليني أسأل حضرتك عن أفضل العبادات والأدعية التي يمكن أن نقوم بها هذه الليلة، بحيث أن احنا يعني لا نفوت علينا هذه الفرصة العظيمة والهدية الثمينة من رب العالمين. هو يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الكثير من الأدعية، وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى وأن ندعو الله سبحانه وتعالى على كل حال. ولكن في مثل هذه الليالي المباركات دي مواسم من مواسم الخير، مواسم طاعة، دي مواسم طاعة ومواسم يعني الإنسان فيها يأمل
تنزل البركات، فهي محل يعني ليله زي دي. وان كان يعني هو في 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 خلاف يمكن ما بين المؤرخين او ما بين العلماء في تحديد ليله الاسراء والمعراج بالتحديد، ولكن جمهور العلماء وجمهور الامه على انها ليله، ليلة السبع والعشرين. فيعني هي ليله محل رحمات من الله سبحانه وتعالى ومحل تجليات من الله سبحانه وتعالى. فينبغي على العبد، اي حد له عند ربنا سبحانه وتعالى رجاء، يعني احنا مش عاوزين نقول للناس فيه دعاء معين تدعو الله سبحانه وتعالى به، ولكن احنا نرجو من الناس ان هم كل المسلمين، احنا والمسلمين اجمعين، الساده المشاهدين، كل الناس ان هم يلتجئوا الى الله سبحانه وتعالى، وان هم ياملوا من الله سبحانه وتعالى انه كما عرج بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليله المباركه الى مكان لم يصعد إليه أحد من الخلق أبدا، لا رسول ولا ملك ولا أي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، أكرمه الله تعالى بهذا المعراج إلى هذه الدرجة وإلى هذه المنزلة وبهذه المكانة إلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالما أن الحال هكذا، إذن لأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيب من هذا المعراج، فيدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويرجون من الله سبحانه وتعالى أن يعرج بهم في معارج الكمالات التي تقربهم من رب العالمين جل في علاه. يعني نأمل إن شاء الله أن يعني الجميع يعني ينهل من هذه الليلة المباركة والإكثار من الذكر والاستغفار بكل تأكيد وقراءة القرآن. هل في أي عمل مفضل يعني أكثر من غيره فضلت الشيخ، ولا يعني كل من يستطيع بقى على قدر استطاعته كده أنه يتعبد ربنا سبحانه وتعالى يقوم بذلك؟ هو في بعض الآثار وردت في استحباب صيام يوم 27 اللي هو صباح ليلة الإسراء، اللي هو صباح ليلة الإسراء والمعراج، في بعض الآثار وإن كانت يعني فيها ضعف من حيث الإسناد إلا أنها تدخل في باب فضائل الأعمال والأعمال المستحبة التي يرجى من ورائها الإثابة والفضل من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن زي ما حضرتك تفضلتي، كل يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويتقرب من الله سبحانه وتعالى على قدر استطاعته، زي ما لسه قايلين إن هو دي ليلة عروج، يعني اقتراب من رب العالمين سبحانه وتعالى. فنعرج بأرواحنا ونعرج بأنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى ونتقرب من الله سبحانه وتعالى بأي قربة من وسائل القربات، مهما كان الإنسان استصغرها أو مهما كان الإنسان شايفها بسيطة من وجهة نظره، إلا إن هو إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه النية فإنه لا شك مثاب من رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شاء الله نأمل كده وندعو ربنا سبحانه وتعالى إن كل عمل يعني بنتقرب لي من خلاله لربنا سبحانه وتعالى أن يتقبله بإذن الله. يعني وزي ما حضرتك أشرت فضلت الشيخ إن يعني ذكرى الإسراء والمعراج هي معجزة بكل ما فيها، وفيها العديد من الدروس والعبر، علينا أن ننظر لهذه الذكرى من هذا المنظور أيضا، أن كل ما احنا في الحياة بعدها منحة كبيرة من رب العالمين، ولكن علينا زي ما فضلت الشيخ قال لنا في البداية هو الأخذ بالأسباب في الدنيا والعمل والاجتهاد، وربنا إن شاء الله يفرجها على الجميع بإذن الله ويحقق لكل الناس مرادهم. بشكرك شكرا جزيلا فضلت الشيخ أحمد المشد عضو مركز الأزهر العالمي للفترة الإلكترونية، نورتنا يا فندم، وكل عام وحضرتك طيب وألف خير. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين. والحقيقة وإحنا كده في هذه الأجواء الروحانية والإيمانية الجميلة، استكمالا بقى لهذه الأجواء، يعني كلنا عارفين إن الابتهالات الدينية كده بتدخلنا في حالة روحانية أيضا، فده هيكون إن شاء الله كده مع زميلتنا حنان المطعاني في فقرتها الفقرة الأطفال الأسبوعية، ومعاها النهاردة الحقيقة مبتهل ولكنه طفل لكنه عنده موهبة كبيرة جدا، الطفل المبتهل عبد الله عبد المنعم، بعد هذا الفصل. ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتواصل على مائدة القرآن ونقدم لأبنائنا أفكار إبداعية حول القرآن الكريم. صباح السعادة والتفاؤل على كل كتكيتي الحلوين اللي دايما بحفظ القرآن متميزين، ومنهم النهاردة القارئ الصغير وحبيبي المتميز عبد الله. رحبوا معايا بحبيبي عبد الله. يسعد صباحك يا عبد الله. زي حضرتك يا ماما حنان. يسعد صباحك حبيبي. النهارده عايزه اقول لكم او بطل عليكم بعبد الله خاتم لكتاب الله، هنتعلم منه النهارده ازاي حفظ القران الكريم. خيركم من تعلم القران وعلمه. صح كده يا عبده؟ صح. طيب قبل ما نتكلم في حاجه
عايزه اسمع ما تيسر من القران. ايه رايك هتبدا بايه؟ سوره آل عمران في الايه اللي قبل الربع. طب يا روحي اتفضل يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا عبد الله، ربنا يحفظك ويفتح عليك فتوح العارفين. قد إيه صوتك جميل وتلاوتك بفضل الله صحيحة. عايز أعرف عبد الله حفظ القرآن، بدأت إمتى وختمت كتاب الله إمتى؟ أنا بدأت حفظ القرآن الكريم من سنة أولى إعدادي ونهيت أولى ابتدائي. تقصد أولى ابتدائي؟ أصل أنا سمعته بره هو بيقول لي أولى ابتدائي وختمته ستة. ونهيت في ستة ابتدائي وحفظت يعني والتجويد وكده. بسم الله ما شاء الله. قعدت يعني شوية كده تحفظ في كتاب الله. ربنا يحفظك. أكيد بقى مريت بمراحل، في نقاط عدت عليك حلوة وصعبة وجميلة ومفرحة. عايزة النهاردة أشجع كل ولد جميل بيبدأ زيك، كل بنوتة جميلة بتقول لأ كتاب الله صعب شوية، كل ده المصحف هقدر أحفظ كل ده إزاي؟ إنه يحفظ على شيخ متقن حازم متصل السند بالنبي صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني رقم واحد أنت بتقول لازم أحفظ على إيد شيخ، صح؟ يكون متقن. ويكون متقن، ده صحيح، صح. عبد الله قال نقطة جميلة قوي، وأنا هقول لك في البداية إني لازم أكون بحفظ القرآن ده لله. لله يا ولاد، أحط النية دي جوايا رقم واحد، صح؟ ما أقولش أنا هحفظ عشان يتقال عليا شيخ، صح كده؟ لا صح؟ أنت هو القرآن ده هينور لك طريقك وكده يا روح قلبي، صح. بيخليك بعد شوية في دراستك، الموضوع سهل جدا. قد ايه استيعابك بيكون حلو، قد ايه بيبارك في عقلك. بعد شويه هنتكلم عن الفايده بقى اللي لمستها من القران الكريم، بس عايز احكي لك حكايه فيها ولد عاشق للقران الكريم، حابب يحفظ القران الكريم. يا عبد الله زيك كده. وكمان في شيخ جوه الحكايه جميل 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 قوي يا اولاد، حاسس بمعنى المسؤوليه. اولا انت فاهم معنى كلمه غلام الاول؟ ولد. غلام يعني ولد، صح؟ طيب الحكاية بتاعتي النهاردة حدوتة في العهد القديم لغلام حابب يحفظ القرآن الكريم. في يوم من الأيام راح غلام لإمام جليل يطلب منه يحفظه القرآن الكريم. راح الإمام للغلام يقول العدد عندي كامل ومقفول، ارجع وتعالى بعد شهور. رجع الغلام بس حزين ومكسور
وفي طريقه غلبوا النوم فنام، وشاف في المنام المصطفى العدنان يقول له ارجع يا غلام وأخبر شيخك السلام، وقل له زمرا زمرا. رجع الغلام للإمام بالكلام، فانكب عليه الإمام مسرورا وفرحان، ولكن قال الغلام لن أحفظ القرآن إلا إذا فهمت المنام. فقال الإمام منذ سنوات زرني في منامي المصطفى العدنان، فقلت له كيف يدخل الجنة العاملون بالقرآن؟ فقال صلوات الله عليه زمرا زمرا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. الله جميلة، عجبتك؟ بس عايزة أقول لك بقى يا عبدو إنها حدوتة مش من وحي الخيال، دي حدوتة حقيقية وحصلت زمان جدا. بص قد إيه الولد الجميل حابب يعني يحفظ القرآن، ولما شيخه قال له العدد عندي كامل ومقفول، لأن شيخنا هنا حاسس بمعنى المسؤولية، صح؟ لأنه عنده 3 4 5 لازم قدام أهالي الولاد يكون إيه قد المسؤولية في تحفيظه. عمل إيه؟ زعل، صح؟ وتأثر جدا، فشاف سيدنا النبي في المنام. يا رب كلنا نشوف سيدنا النبي في المنام، قولوا أمين. أمين. طب عايز أسمع بقى أنشودة حلوة في سيدنا النبي، بما إننا النهاردة الجمعة علشان الكل يأمن وراك يا أستاذنا، يلا. الصلاة والسلام عليك عليك يا من إذا مشى وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. صلي وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، أحسنت. صغيرة قوي يا شيخنا. طب تعالى نرجع بقى ندي لكل حبايبنا اللي بتفرجوا علينا المعلومات البسيطة في حفظ القرآن الكريم. نحط بقى ان احنا اللي بنحفظه نعمل بيه، اللي بنحفظه نصلي بيه. هو انا شكلي انا عبد الله ولا ايه؟ تقول يا ولد حاجه يلا. انا يعني حفظت القران، وما ينفعش يعني نبقى ما ينفعش تبقى مع ناس وانت بتقرا قران تكون في صداع وكده، تبقى يعني تخصص لك اوضه لوحدك. صح، احسنت. وكمان بنخصص كتاب لينا، كتاب الله لينا كده، مصحف لينا، طبعه معينه كده حلوه، او اي كتاب مصحف جميل كده، بس علشان الطبعه في هتلاقي الكتاب ده ليه طبعه والكتاب ده ليه طبعه، وكله كلام ربنا، بس برضو عشان عيني ايه صح كده تبقى ما يحصلش لخبطه يعني. ومحفظه وانا بطني مليانه، ما بقاش مدغدي غدوه تمام واكل كده كويس واخش احفظ، لا هحس بايه؟ بخمول، هحس ان عايزه انام، فما ينفعش. طيب ايه تاني؟ ويعني تنصح اصحابك اللي هم يحفظوا قران عشان طب ما ممكن اقول لك يعني صعب برضو. هنا بقى نرجع لشيخنا نقول له ان احنا ممكن نترفق كده باطفالنا في البدايه، يكون 5 آيات 5 آيات مثلا، صح؟ انت اول ما بدات بقد ايه؟ بدات ب5 آيات. وبعد ما عديت نص القران بدا الشيخ يديني 3/4 الصفحه. بسم الله ما شاء الله. وبعدين ادانا صفحه، وبعدين دلوقتي بقى بناخد بالجزء وكده. يروح قلبي. طيب بص اكيد في صعاب واجهتك بقى. احنا لسه هنكمل برضو، عندنا نقاط تانية كتير سهله وبسيطه في حفظ القران الكريم، بس اكيد في صعاب واجهت حبيبي. ايه هي؟ اول ما ابتديت تحفظ القران يعني ايه اللي كان صعب؟ اللي كان صعب تخطيته يا عبده؟ اللي كان صعب أماني كنت أول ما شفت القرآن نفسه كان يعني صعب بالنسبة لي، حسيت إن هو كتاب ده كبير، صح؟ بعد ما الشيخ تنى يديني في القرآن خلاني يعني متمكن منه كله. يا روح قلبي أنت غيرت أكتر من شيخ؟ يعني كنت وده كان منك أنت ولا من بابا؟ لا من بابا. يبقى هو ليه رؤية بقى؟ كان عايز يخليني يعني بنجوده كده. يا روح قلبي ربنا يحفظك يا رب. طيب المسجد بقى، المسجد ليه دور؟
صح، في حفظ القرآن الكريم. هو المسجد ده بيتك ويعني وانا بروح اصلي فيه والناس ساعات بيعوزوني اللي انا خليني اعزف. لا لحظه واحده، بيعوزوك حضرتك تروح على طول من غير ما حد يعوزك ويقول لك تعالى يا شيخ عبد الله، تروح على طول تأذن وتصلي كده بكل اصحابك الصغيرين علشان تكبر بقى وتكبروا مع بعض كده وتبقى امام المسجد ده في يوم من الايام. ولما اقرا القران يعني صلي بيه عادي ما فيش حاجه. ايوه دي نقطه حلوه برضو، ان انا اللي بحفظه اصلي بيه. صح؟ صح. طب عايزه اسمع ما تيسر برضو. نسمع ايه دلوقتي؟ نسمع الاحزاب. يلا يا روحي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله سنة الله في الذين خلوا قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. أحسنت يا روح قلبي. اقرأ وتأمل في الآية هتحس براحة وهداية. ربنا يحفظك من كل شر يا عبد الله ويزيدك من فضله يا رب العالمين. كلمني بقى عن القرآن الكريم وفضله عليك. القرآن الكريم يعني انه ينور طريقك يوم القيامة، وانه يشفع لك سيئاتك ويسهل دراستك في كل حاجة. طيب هقول لك على حاجة كده بشوفها. لما بنبقى مركبين مواصلات بنلاقي كده السائق حاطط كتاب الله في التابلو، احنا ممكن ننصحه ونقول له ايه لو هو مثلا هو حاطه بس كده لكن بينسى انه يفتح كتاب الله او بيفتحه من رمضان لرمضان، تقول له ايه يا عبد الله؟ ادوا القران يعني ينقرا في اي وقت ما فيهوش حاجه يعني، والقران يعني احسن حاجه في الدنيا وكده. يا روح قلبي انا اقول له بقى القران دستور يهدينا مش منظر في التابلوه زينه. صح كده؟ انت نورتين النهارده وانت نموذج حلو قوي لكل ولد وبنت حابب ان هو يحفظ كتاب الله. كتاب الله مش صعب يا اولاد، نستعين كده بالله ودايما ندعي ونقول يا رب عنا يا رب عنا على حفظ كتاب الله، لان دي برضو من النقاط اللي المفروض كنا نقولها في البدايه. صح يا عبده؟ ولما بفضلك تقرا القران تبقى يعني تقرا على وضوء وطهاره. الله، ده ماذا ينبغي بقى على قارئ القران الكريم؟ وضوء وطهاره، ان احنا نتادب. صح كده؟ وتقرا في خشوع، نتوجه نتوضى وبعد كده نتوجه. صح كده؟ الى القبله ونقرا في خشوع. الله، قراءه الخشوع دي بتخلي القلب يبقى حاضر قوي. انت جميل قوي ومليت الاستوديو كده يعني طاقه جميله، يعني نور حلو قوي وانت قاعد يا عبده. ربنا يحفظك يا رب، واشكرك نورتيني النهارده. الله يخليك. ربنا يحفظك يا رب، وان شاء الله دايما كده في تقدم وازدهار يا عبد الله. الله يخليك. بشكر حبيبي وبشكر كل حبايبي الحلوين، ودايما يا اولاد اقراوا كتاب الله وتمتعوا بحفظ الايات. اشكركم والى اللقاء، استنونا في نفس الميعاد كل اسبوع مع ماما حنان والقارئ الجميل عبد الله. بحفظ الله.